يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فكوا رقبة. صدق الله العظيم. يلا يا ولادي سمعوا سمعوا حال بعضكم بعض سمعوا. إذا أنا ما غويان وعيني بعدها تشوف فأنت سعد. عينك بسلامة يا معلم حميد. نعم أنا سعد. سعد كيف حالك يا ولدي؟ كيف حالك؟ كأن السنين غيبتك عنا يا ولدي. لكنها ما قدرت تنسيني. ما شاء الله. لكنها غيرت صوتك. غيرت صوتك يا سعد. كان أعلى. يمكن ما كان أوضح. لكنه أعلى. أنا اشتقت لكم يا معلم حميد. اشتقت لكل الناس هنا. حتى عمك؟ إذا كنت سامحته فتشتاقه. أما إذا كنت على الحالة اللي كنت عليها وانت خارج من البلاد فأنت جاي تحاسبه يا سعد. أحاسبه؟ ما هو اللي جابني هنا؟ أنا اللي جابني هنا شيء أكبر منه. أبو سالم. أبو سالم؟ ما حد عندنا حد بهذا الاسم في البلاد. ولا حتى أبو ناصر؟ أبو ناصر
كثيرين يا ولدي، حتى أبو سالم، أما أكثر ما يكون واحد، تختلف أساميهم، منهم الحاج محمد والشيخ عبد الله. اللي قصدته واحد غيرهم، ما أعرف منه إلا هذا الاسم، يطلع ويختفي قبل أن لا يقول شيء أو يسوي شيء، خيال ينخر وينخر في الداخل بعد. ينخر بالفعل، هذا هو الشيء اللي يسويه. الوسواس الوسواس يا ولد الوسواس. رمة في صورة إنسان، ونحن مثل البيوت القديمة. نحن ما نعرف حد هذا الاسم يا ولدي يا سعد، نحن نعرف الناس بأسماءها الأصيلة، أسماءها اللي تسموا بيها. وإذا كنت جايب الشيطان معك، أحسن لك ترجع. الكل نسى، حتى عمك الشيب والكبر نسوه حتى اسمه. وإذا تبغى تشوفه ترى بتحصله في السبلة القديمة. وشمسه شمسه بتعمي. شمسة بنت عمك صارت مع زوجها لبلاده، وقولوا انه تزوج عليها وعنده منها 4 أولاد. وبيتنا؟ البيت بسكانة يا ولدي، البيت بسكانة، هو مثل ما هو، لكنه خالي من صوت يتردد داخله، وضحكة اضطر يخشون الجدران، او ريحه تعطر عفونه حصرانه. باين علي تاخرت واجد. عسى انك ناوي تبقى هنا يا ولدي. ما أعرف. مر على عمك يا ولدي، مر على عمك، هو هذه الايام محتاج لك، بيفرح إذا عرف إنك هنا. إن شاء الله بمر عليه، إن شاء الله. لا تخاف، ما بقول له شيء ولا بحاسب. تمام. ولا تنسى تمر علي يا ولدي، حتى لو رجعت اليوم أنا بحاسبك. إن شاء الله بمر عليه، إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. من؟ من؟ أنا سعد ولد أخوك. نفس الصوت، كأنه هو. اتأخرت واجد يا أخوي يا مرشد. أنا سعد يا عمي. كأن الأيام أعطاك صوت. وكأن العمر لبسك صورته. أنت هو. تقرب مني أكثر. عطني إيدك. أنا ما جاي حاسبك يا عم، أنا بس جاي أسلم عليك. تتذكر هذا المكان اللي ظلمتك فيه قدام كل الناس، أنت
نثرت حقك وورثك، واليوم جاي تسلم علي. سامحني يا ولدي، لا تتركني وحدي، كلهم تركوني، ما أقدر أتحمل الظلام اللي في داخلي، ولا غصة الندم اللي في داخل قلبي. ارجع يا ولدي يا سعد، ارجع. وإذا كان على الشمسة فأنا ما زوجك إياه، وعلى الأرض برجعها لك. ارجع يا سعد، هم لك يا ولدي يا سعد، لك. ارجع يا ولدي يا سعد، سعد ارجع يا ولدي. صار لي ساعة وانت على هذه الحالة يا بنتي، إلى متى بتظلك ذاك؟ لحد ما يفتح عينه ويشوفني. لكنهم طلبوا مني أخرجش من هنا، ما مسموح لأحد يزوره. حتى أنا؟ حتى أنت. لكني ما أقدر أتركه هنا. البارحة حلمته يطلب مني أخرجه من المستشفى. قال لي إنه يتعذب هنا. ما دائما أحلامنا بتصدق يا بنتي، ما دائما، إلا الأحلام اللي هو فيها صافية مثل قلب صادق مثل مين. خلق قبل لا يطردون. خلق يعني نسير نخليه وحده مع اللي أفهم مني ومنش. خلا يا بنتي خلا. كيف صحة عم سليمان الحين؟ بخير، أحسن بكثير. يعني يخرج قريب؟ قريب إن شاء الله قريب. اسمعني يا عبيد، أنا ما بقدر أجي معكم، انتخذ فاطمة الحلة ووصلها البيت، وأنا بعدين بجي. قوم سيدي معه يا بنتي، أنا بتأخر شوي، عندي ناس وأبغي أزور. ناس؟ من الناس؟ ناس أنت ما سبتهم وما تعرفهم. أجب من حرصك نعم. لا أنتوا لازم ترجعوا، قصدي أنتوا تأخرتوا، أنا يمكن أتأخر عندهم وما أبغي أأخركم. أجب سايرين. يلا أمان الله.
مر عليك سعد يا حق راشد؟ قال انه بيمر عليك. قال انه جاي لي ابو سالم. قلت له ما اعرف حد بهذا الاسم، لكن لما ودرني ذكرت، قلت لا يكون ابو سالم صاحب الحرز، ابو سالم حق راشد. حق راشد، حق راشد. حبس رغم امتداد الساحل قدام. فكرت أهرب منه إلى نفسي. مسافات المكان كانت كبيرة وممتدة، أما المسافة بين القرار واللحظة المناسبة كانت ضيقة، كانت ضيقة بضيق التردد اللي في داخلي. كان القرار محبوس بين جبلين، الفرق ما بينهم أضيق من نفس إلى نفس آخر. مثل ما تجيك اليوم الحرم العجوز تسير، تخلف وراها ظلام أشبه بالخراب، تلفني حالة هذيان بعيدة عن سرحان الحلم، قريبة من تخاويف الحمى الثقيلة. في أي خرابة قالت لك لقدته؟ من؟ سالم. أنا ساير حتى لو أنت ما جيت. هذه المرة أي ساحر غيبة؟ ما باغت تجي لا تجي، بس لا تضعف همتك. ليش ما يكون كل هذا صح؟ ليش ما يكون سالم حي؟ وليش ما يكون مات؟ هذا أقرب للحقيقة، هذا أقرب من كل التخاريف. هنا لا، هنا لا، هذا المكان كل شيء لألف تدبير وألف حقيقة، حتى الغيب هنا حقيقة. لا يا أبو ناصر لا، هذا ما كلامك، حاجتك هي اللي تتكلم على لسانك. قول اللي تبغى تقوله، بس أنا لازم أدور على سالم، لازم ادور على سالم حتى لو امش في القبور القديمه. قلت لك ان سالم عنادي، هو عنادي، فهمت؟ ما كنت اقدر اترك لوحده، حتى ولو كانت الخرافه سبب بحث عن سالم. اينك يا سالم؟ يا ترى اي مكان حواك؟ واي ظلام خباك؟ وأي ساحر غيبك؟ سؤال ما ممكن تجيب عليه وحشة هذا المكان. البلاد. البلاد؟ خبرهم اني ما قادر اجلس في هذا المكان. احس انك كاتم على قلبي، وكأن الناس كلهم برا وانا لي وحدي.
ما أظنهم بيوقفوا. زاهر لازم يتعالج. يتعالج؟ أحس إنه ينطفي، سراقي ينطفي، لا يتحرك ولا يتكلم. حتى هناك كان ما يتحرك ولا يتكلم، بس كان في حضني. لا تحبس الدمعة في عينك، خليها تنطلق، صدقيني بترتاح. حتى الدموع زادت منه في ليلة ما فيها طلق. كنت أصرخ وأصرخ، كان يتلوق قدامي من الألم. أقول له مو فيك، إيش شعورك يا نظر عيني؟ مو فيك فدتك أمي، ما أعرف مو أسوي. صرخت وصرخت، ما حد سمعني غير قدران من طين. لا ترد ولا تمد. أنا جبت له هذه اللعبة، أكيد بيفرح بها. شوفي يشغلوها مهنة. ما ذكر لي شفته فرحان أو يضحك، كأن الخوف في عينه وضوء نهاره وظلام ليله، وكأن الفرح لعبة ما لعبها ولا حتى شافها. البارحة لما جيت دكتور ما قال لك شيء؟ ما سألك عن شيء؟ ما عرفت إيش قالوا، خرجوا بعد ما زادوا خوفي. على مو مطمني. أنا بسأل الدكتور ولما برجع العصر بخبرك إيش قال لي. بس أنا ما سألتك عن حالك، كيف عايشني؟ شوفك ما مرتاح. لا لا أبدا، أنا هنا مستانس، هنا كل شيء. تصوري كل شيء. بس عينك فيها نفس العذاب القبل، وصوتك فيه نفس الخوف وأكثر. اشتقت للبلاد، لأبوي ولأمي. ارجع لهم. يمكن أرجع، من يعرف؟ يمكن نرجع مع بعض قد ما يتعافى زهر. بترجع معي؟ يمكن أقدر أساعدك، أرفع الظلم عنك. أنا الحين صرت أقوى من الأول. هناك بتستوي مثل اليوم؟ أنا هناك ما كنت أحسن عنهم، يمكن هنا صرت غيرهم. على العموم خلينا بزهر وبقايت معه في المستشفى، الأحسن أن يتم هنا. لا تحاول تخرجين أو تهربي معه، على الأقل خبريني. يلا أنا بسير، برجع لكم العصر. بغيت شيء؟ أنا جاي أسألك عن حالة زهر. أنا آسف إني أقول لك إن التشخيص المبدئي كان خاطئ. الولد ما عنده نقص دم ناتج عن نقص الحديد. إذن؟ هو يعاني من فقر دم ناتج عن انحلال في خلايا الدم الحمراء، وهذا أشد خطورة. يعني إيش يا دكتور؟ فقر دم وبيل أدى إلى تضخم في الطحال وحالة يرقان شديدة. للأسف الحالة متقدمة كثير. يا لحظة الدرية. أرجوك، أنا ما أريد أنك تخبر أمه بهذا الموضوع، خصوصا وأنه هو الوحيد اللي باقي لها في هذه الدنيا. أكيد أكيد يا دكتور أكيد. عن إذنك. إذنك معك.
قل لي يا علي، كيف الواحد يكون فقير وهو غني، يكون غني وهو فقير؟ أنا تعبت من هذا وذاك، تعبت. هذا كان شرطك وهذه كانت رغبتك يا علي. أنا ما قلت شيء، أنا جلست هنا على البحر أنتظرك تيجي ومحمل بالشيء الثمين. تتذكر؟ أتذكر. أحسنت، جزاك الله ألف خير. أنا اسمي درويش، أنا عرف اسمك، أنت علي. وكيف عرفت اسمي مع أني ما خبرت عنه حد؟ أعرف، حسبناك وأنت تركب معنا واحد من التجار الراجعين، لكنك قمت تشتغل معنا ترفع الشراع وتقر الأنقر. هذا يمكن لأني مثلكم، أو يمكن لأنكم أحسن مني. أنتوا رجعتوا بحارة مثل ما رحتوا. وانت سافرت تاجر ورجعت على باب الله. ما ظن هذا يضحك، وما ظنك ما شفت حد قبلي حالتي. شفت والمصيبة أني دائماً أشوف ودائماً أضحك. خليك في ضحكك. أما أنا يا ريت هذا البحر يضمني بين أمواجه وأموت. إذا كنت زعلت فأنا آسف، ومنك لمسامحة. أنا ودرت ولدي وكان عمره يوم، كنت ناوي على السفر، قلت ارجع له بالخير الكثير، الخير اللي يغنيه طول العمر. لكن الغربة خذت كل شيء. ما انت اولهم ولا بتكون اخر. شايف ذاك الرجال اللي هناك؟ يسموه ابو الغنائي، نسيوا اسمه الاصلي. هذا ما مرة سافر معانا ورجع خسران، كأن الخير له بس. سبحانه مقسم الأرزاق، سبحانه يعطي لكل مجتهد. شايف كرشه؟ الله ما أعطنا. الناس يحسبوا إنها كرشه، لكن لا، يلف كل حلالة كيس من قلب يلفه على وسطه. أنا شفته مرة، سمعته مرة يتكلم مع النوخة ويقول له إذا أخرق معاين، وإذا أحيا معاين. وإيش فايدة غرق عاد مع فلوسه؟ يا غرق يا كلا ليرام، بتنفع في الآخرة فلوسه بعدين؟
لا وزيدك، عمر ما سافر معنا إلا وكان البحر أسكن من ماي خالص. لا موج عالي ولا هوا عاصف، كأن الوقت لا، كأن كل الأوقات ملكه. كأنك تحسده، كأنك ناوي على شيء. هذا إذا كنت معي. معك؟ لا 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 لا، أنا كل أريد أني أرجع لولدي سالم، المهم أني أشوفه والباقي يتعوض. ليلة كل البحار بينام، أنت الوحيد بتظل صاحي. أنت تعرف تسبح؟ ما ركبت البحر إلا وأنا سباح. حلو، هذا أهم شيء. اسمعني، أنا ما أبيعك لكنك سمعتني. ايش هذا اللي سويته؟ وكيف بتهرب بهذه الغوازي؟ ما انا، انت اللي بتهربها. انا؟ لا، بتسبحبها للبر. نحن قريب نوصل مسكت. وليش ما تكون انت؟ أنا النوخ ذا يعرفني، أما أنت فما حد يعرفك ولا حد يعرف بلادك. إذا دوروا عليك ما بيحصلوك. وأنت كيف بتحصلني وكيف بتعرفني هين؟ وأنا يمكن أقدر فيك وأخذ هاي الفلوس لوحدي. أنا بحصلك حتى في آخر يوم من عمري وعمرك. يوميها نتحاسب. وإذا غرقت هذا ثقيل. هذا الكمر كله ذهب. ذهب ذهب. إذا غرقك فأنت ما تستحق، ولا حتى أنا. الذهب للي يستحق يا علي. وأبو الغنائم؟ أنت صدقت أن اسمه أبو الغنائم؟ تعرف؟ إني أول مرة أشوف. يعني كذبت علي؟ وكيف كنت أعرف إنه يلف فلوسه على وسطه؟ إذا ما قتلته يمكن هذا يكون مثلي أو مثلك، راجع لأهله
أو لولد ترك من زمان. أنت إيش من إنسان؟ إيش من إنسان؟ لف الكمر على وسطك وقع من البحر، خن ولا تتردد. سمع، أنا خايف. إذا ما قمت من على البحر وقل لهم شفته، شفته إنه يقتله ويسرق الكيس منه. قم. ذهب. ما كان ذهب. ما كان ذهب؟ كيف يعني صرت متهم بالقتل على بلاش؟ كان كيس متروس جواهر ولول، شيء أغلى من شيء. جواهر؟ وين هي الجواهر؟ ثم أنت من؟ كثيرين قبلك وبعدك بغى يعرفوا، لكن ما خبرتهم. أستاذ الجواهر ملكي. دفنتهم. دفنتيهم؟ ليش؟ لأنهم مسروقين، وأنت ما باغي تظهر فيهم على الأقل هذه الأيام. يعني كيف؟ أخليهم هنا وأرجع لأهلي وأنا ما أملك شيء؟ بغي تملكهم دوم وتملكهم يوم؟ لا، دوم. ما بعيد جالسين يدوروا عليك، يمكن يلقوك، لكن ما بيلقوه. ينسوا الماضي ينسي، وأنا أبقى سنة أحرصك وأحرصها. إذن في الحالة هذه كنت شفت ولدي وزوجتي، بس إيش اللي يضمني إنك ما تأخذينهم؟ هم لك، ما دام أنت سبحت فيهم للبر وبدون ما تغرق هم لك. عهد علي إني ما ألمسهم لحد ما ألقى سالم. وإذا ما لقيته أخاف تحلهم؟ أنا من غير فقير، حتى لو غنتني الجواهر هذا هو شرط. أكون فقير وأنا غني، وأكون غني وأنا فقير. لكنك جيت بعد 3 سنوات، كان غبار الزمن يغطيك وتعب الدروب الثقل خطويك. قلت لك ما لقيته، ما لقيت سالم. وقلت لي أنك انسجنت وتعذبت، لكن لقيت ناصر، صار عندي ولد وهو ما ولدي. وبغيت الكنز، قلت لي كل شيء تغير وان الزمن تغير وانك بتكون احسن منهم وبتلقاه. لكني فقدت ناصر، حتى ناصر ما يعرف عن الكنز. صار الكنز كنوز وصرت غني غني، لكن من غير سالم. عجزت نفسك بشرطك، قلت لي بتعيش بحالتين فقير وغني اللي ما تلقى سالم، وإن الكنز كنزة. العمر عمره، كيف ما يكون الكنز كنزة؟ هو بيقول لمو يبغى.
يختار بين هذا وهذا، وأنا بقول له بعطيك الاثنين، يختار أحسن. واليوم يا علي أشوفك منهار. عذاب عذاب عذاب، أحس إنهم يطاردوني، درويش والنوخذ، حتى أبو الغنايم شفته في صورة تاجر. وين أهرب من كل هذا؟ أنا تعب تعب تعب. وأنا ما عندي لك جواب. لا تجي هنا علي بعد اليوم، لأنك ما راح تلقاني. لكني أحتاجك أحتاجك. وأنا ما قلت لك إني بتخلى عنك. مثل كل مرة مثل كل مرة. زدنا في الأوزان حبتين. كم نكسب؟ أنت كم عندك؟ 400. بس واقفه عشان خاطرك أنت بس. سلمي على أبوش. قولي لأبو حمود يسلم عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام.